في اللائحة التي سمحت بنشرها الرقابة الإسرائيلية، الرقابة العسكرية بطبيعة الحال، هناك قتلى من فيلق جيفاتي، ناتان كوهين وجلاديميا وبوندا فرازيفينشتاين، فيما آخر من وحدة شرباك. وأمام قتلى جيفاتي نشر الجيش مكالمة بين قائد الكتيبة 13 من جولاني، والذي خسر أغلب عناصر كتيبته، وأتت الكتيبة 53 لإنقاذها فقتل قائدها، وهذا ما خصصنا له فيديو مستقل. وأكدت الكتائب على تصفية الثلاثة دفعة واحدة، ليقول جالانت بأن هذه المعارك اليوم معارك السبت ضارية جدا. وأكد الجناح العسكري لحماس بأن هناك 24 آلية عسكرية بالإضافة إلى دبابة متوغلة في تل الهوى، وذلك بصاروخ موجه، ومقذوفات أبابيل للجهاد الإسلامي جنوب شرق حي الزيتون، مع قصف لتجمع للآليات في العطاطرة شمال غرب بيت لاهية، وأيضا تجمع الآليات المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون. وهذا يؤكد أن نسب الالتحام تجاوزت ما كان يوم الجمعة بنسب تتعدى 16%، بين 16% في بعض المواقع وإلى حدود 18%. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. القصف الموجه اليوم إلى أماكن مباشرة لتموقع، أي تموقع أو مركز قيادة جزئي أو طارئ، كل هذا نصف اليوم. وهناك تراجعات إلى حدود 50 مترا في بعض الأحيان، إلى 300 متر في أحيان كثيرة، ثم التقدم إلى آخره، إلى حين أن أتى رئيس الأركان والناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، لأن أمام هذه المعارك لابد من دعم قوي جدا. ولذلك فرئيس الأركان لأول مرة في غزة ليس فقط على محور الشمال، وإنما أيضا في المحور الجنوبي، وهذا الذي استدعى أن تتعامل الكتائب وأيضا السرايا بكثير من الجرأة والبسالة في مواجهة الآليات والانتشار ووصول أصداء مباشرة لطلقات المقاومة. إذن الذي سبب في تصعيد المقاومة زيارة رئيس الأركان، أيضا الضربات بالهاون، لأن الوضعية في الصباح كانت باتجاه ضرب التجمعات للآليات أو تجمع الآليات بالهاون، فكانت أكثر من ضربة. الجهاد من جهتها أو السرايا دخلوا على خط ضرب الجنود بأبابيل، فكان هذا هو بداية اللحظة المأساوية التي استدعت مباشرة دعما معنويا بحضور رئيس الأركان. إذن الضربات بالهاون في الصبيحة، ثم بعدها مباشرة وجدنا أبابيل وغيرها، والالتحامات الشديدة للغاية، انطلاقا من مواجهات مباشرة على الأرض، وأيضا انطلاقا من الخلف، من خلف خطوط القتال. هذا كله يعني ماذا؟ أن درجة الجرحى كانت مرتفعة للغاية. لماذا الإصابات مرتفعة هذه اللحظة وفي السبت إلى أقصى مدى؟ لأن المواجهات ضد التجمعات والتحشدات بلغة البيانات العسكرية كانت مرتفعة بالهون، لم يكن سوى الالتحام، أي وصول الطرفين معا إلى الحالة الالتحامية، وتحققت نسب عالية جدا من المعارك الضارية. اليوم كان هناك قصف بالهون،
كان ضرب بأبابيل وأيضا بالالتحامات كالسالف. إذا حالة الإصابة ستكون مرتفعة للغاية، ولكن سيكون عدد الجرحى أكبر. لهذا فإن عدد الذين سحبوا قد يتجاوز المئتين، قد يتجاوز المئتين أمام هذه المعارك الضارية، لأن نسب الجرحى كانت مرتفعة. فيما أكدت السرايا وأيضا الكتائب في بيانات أن هناك إجهاز، على إذا كان هناك حالات اعترف بها تماما الإسرائيلي بعد إعلان الإجهاز لثلاثة جنود، والجنود الذين سردنا أسماءهم هم الجنود من جيباتي، من نفس هذا الفيلق، هذا الذي يعطي أن حالة الإصابة مباشرة كانت لجيباتي، وهو الذي سعى إلى الوصول إلى الخنادق، أو هو أبرز من يرغب في ربح هذه المعركة. ولذلك فحالة الإصابة المباشرة التي ظهرت وبهذه القسوة، لأنه هو المكلف بشكل مباشر في التعاطي مع خنادق. هل يتوقف الأمر عند هذه النقطة؟ الأمر أخطر بكثير، إذ إن كان يوم الجمعة التعاطي مع الخنادق، فاليوم هناك التعاطي مع العمليات خلف العدو. معنى هذا أن خلف خطوط القتال كانت أغلب المراحل التي يمكن أن تصل فيها خسائر أو سقوط جنود إلى حدود ما يتجاوز المئتين. والمؤكد إن ذهبنا إلى سردية مباشرة، فإن هناك اعتماد على أن هذه المعارك ضارية أكثر ضراوة، وهو الذي قال بال 260 ضراوة، كان أمر الإخلاء 260. الآن عندما قال ضارية فهذا معناه أن النتيجة التي كانت قبلا الآن أصبحت مرتفعة. إذا الإخلاء بما يتجاوز ال 260 هذا أمر مؤكد. فكيف بالنسبة لسقوط الجنود؟ أولا هناك دائما، وهذا اليوم على وجه التحديد، سكت الإسرائيلي بشكل مطبق على ما حدث من قصف في شمال الكيان، لأن أغلب الضربات كانت موجهة مباشرة لتحقيق نوع من المستوى المتقدم من الضراوة، وهذا أمر يجب استدعاؤه في هذه المرحلة على وجه التحديد. إذا لدينا هذا التطور الاستثنائي. هناك تطور آخر في قضية الجرحى على صعيد الشمال. الشمال كان القصف بسكاد سي المطور، وهذا معناه أننا أمام فداحة، لأن هناك أربع نقط أحرقت بكاملها، وهذا الذي استدعى ضربات مباشرة وعالية بسلاح الجو وبكثافة للغاية. إذن لدينا هذا التطور الاستثنائي في أن عملية الإخلاء التي تأكدت في لبنان تجاوزت 160، وتجاوزت 260 من غزة في هذه التطورات الأخيرة. الضراوة التي يتحدث عنها اليوم الإسرائيلي جعلت 500 جندي، إخلاء 500 جندي بين الشمال وبين غزة، وهذا معناه أمام درجات الخطر والتي سجلت ب30%، فإن عملية إخلاء الجنود أو إصابات خطرة بالنسبة للجنود تجاوزت 34% ضمن ما يتجاوز 500 جندي، وهذا معناه أن الحروب فعلا قد فتحت جبهات خطرة للغاية. هذا الذي يتأكد الآن أننا أمام سعي، وبشكل واضح جدا،
إلى الذهاب بعيداً ما بعد الخطوط الحالية، وهذه المرة باتجاه الجنوب، لأن أمر تعميق الهجوم في نطاق غزة في شمال غزة وتسهيل حوالي 300,000 نحو الجنوب، وذلك بقرار، لأن الأمر اليوم يستدعي إحراق مرة أخرى، إحراق الأرض، لأن هذا هو الحل الوحيد. بعد سقوط 500 جندي إسرائيلي في إخلاء في جبهتي الشمال والجنوب وبين شمال غزة وجنوبها، فقد دعي مباشرة إلى نقل الفلسطينيين المتبقين بين 350,000 و400,000 من شمال غزة إلى جنوبها، وكان ذلك من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة في تأمين كامل لهذه المنطقة عبر مسار محدد سلف أن نشره الجيش الإسرائيلي، لأن العملية التي ستنجز الآن ستنجز بشكل كارثي للغاية، لأن إحراق ما تبقى من وتدمير كل شيء جزء لا يتجزأ من هذه العملية كلها. ولاحظنا ذلك في الرد على جنوب لبنان، محاولة جعل سجادة حارقة لكل المناطق التي أطلقت منها القذائف أو أيضا العمليات في أكثر من 6 نقاط، وأيضا باتجاه الشمال والجنوب، وينتظر ما بعد زيارة رئيس الأركان الدخول إلى عملية أخرى لإحراق الأرض، ولأن هذا هو الذي يمكن أن يجعل من الضربات بما يتجاوز كل القنابل السابقة ستكون في شمال غزة من أجل تدمير الأنفاق عبر زعزعة بنياتها، وذلك عبر قنابل ثقيلة للغاية يمكن أن تخرج شمال غزة عن نطاق الحياة. هذا هو المعتقد الآن، وهذا الذي تدارسه جالانت، لأن جالانت يريد ضربة لم تكن في القرن 21، ما سماه بالحرف ضربة لا مثيل لها في القرن 21. فماذا ينتظر شمال غزة في التعاطي مع هذه الأنفاق وأمام خسائر مرتفعة للغاية ومعارك ضارية جدا؟ هذا ما يمكن اليوم نقله مع صعوبة في نقل التهديد الإسرائيلي لهؤلاء المقاومين الذين أثبتوا جدارة استثنائية تجاوزت جميع المقاييس إلى الآن. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.